معانا واحدة من اللي تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، وهي بلوجر مشهورة جدا، هي شيماء يونس، وهي معانا على التليفون. يا شيماء مساء الخير. مساء النور، زي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ طمنينا عليكي. بخير الحمد لله، تمام الحمد لله. طيب ممكن تشاركيني انا والمشاهدين وسياده اللواء علي اباظه النهارده، ايه اللي حصل معاكي وانت؟ طبعا احنا عارفين ان انت مشهوره على تيك توك وعلى السوشيال ميديا، حصل معاكي ايه يا شيماء؟ هو في شخص بدا ان هو يعمل لي فيديوهات وصور متفبركه، بياخد صور مثلا من حاجات يعني صور وشي ويركبها على فيديوهات وعلى صور، وبعدين بدا يبعتها لكل عيلتي وكل الناس اللي بتشتغل معاها. عيلتي كلهم، اهلي وقرايبي واي حد بيشوف انا منزله صوري مع مين، وبيقوم ببعت لهم الرسائل دي وبيهددني بيهم ان انا هفضل وراكي وبلاحقك في كل حته، واي حد تشتغلي معاه، اي شركه، اي حد تعملي له منشن، اي حاجه انا هبعت له الحاجات دي. وفعلا بيعمل كده، يعني مفيش حد ما وصلوش رسائل، من الشخص ده. طبعا انا بلغت باحث الانترنت وعامله له محضرين، مستنيه ان هو يتقبض عليه، هو مش ساكت. يعني حتى كمان عامل لجان الكترونيه او معرفش عامل ايه باكونتات فيك. انا قريت تصريح ليكي على الانترنت، على موقع من المواقع، بتقولي انه عمل 3000 اكونت مزيف. ده عامل كتير كتير جدا، سواء باسمي او باسم عيلتي او باسم اي حد في الدنيا اعرفه، او اسماء مثلا عامل باسم رئيس الجمهوريه، وعامل بوزاره الداخليه، وعامل باسم كل حاجه، كل حاجه فيك، وزعماء وعرب وحاجه. انا مش فاهمه ده مين، ده مريض ده اكيد. طب قدرتي تتوصلي مين اللي بيعمل معاكي كده؟ والله نفسي انا لو اعرف هروح انا اجيبه، انا مش هستنى حد يجيبه لي، انا لو اعرف ده مين هروح انا اجيبه. طب بيطلب منك ايه؟ اخويا كلمه من عندي وساله انت عايز ايه، فراح قال له مفيش حاجه، انت عجبتيني وانا عايز نتشات مع بعض ونتكلم وتسمعي الكلام وتبقي مطيعه. تسمعي الكلام وتبقي مطيعه، يا سلام. بس يعني داخل في سكه بقى مش كويس. لكن ما طلبش فلوس مثلا؟ لا خالص، ده بعت لي بيقول لي على فكره انا عندي مبدا، انت فاكره انا عندي مبادئ، مستحيل اطلب فلوس. مبادئ. طب انت لغايه الموضوع ده كله بقى له قد ايه تقريبا يا شيماء؟ انا عامله محضر بقالي شهر، ويعني بقالي شهر ونص مثلا او حاجه. هل في اي تطور؟ هل بعتوا لك قالوا لك مثلا بدانا نمسك خيط، الاي بي ادرس بتاعه بيبعت منين، محافظه ايه، جوه مصر بره مصر؟ الحقيقه لا، لسه يعني لسه الاجراءات شغاله، بس ما عنديش جديد خالص. يعني انا بروح بس للاسف ما حدش بيقول لي حاجه يعني. وده الفبركة دي بقى محبوكة قوي، يعني الواحد لما يبص في الصورة يفتكر ان دي شيماء يونس بالظبط؟ لا خالص، ده هو حتى اهبل في الفوتوشوب، وانا ما اعرفش بيتعمل برنامج الفيس ايه بقى. عنده ثقة، يعني عنده ثقة غريبة، ومن كتر الثقة اللي هو فيه بجد يعني بيبعت الرسائل، يا جماعة بصوا شيماء يونس بتعمل ايه؟ لاخويا يقول له بص اختك بتعمل ايه؟ يعني بجد اهبل. بس قلة ادب طبعا، ويعني انا هفضل وراه، انا مش هسيبه يعني طبعا. انا بشكرك، وبليز اي حاجه جديده، اي نتيجه توصل لها، واحنا بنناشد مع شيماء يونس طبعا مباحث الانترنت ان هي تشد حيلها مع شيماء، علشان اعتقد ان الجريمه دي ممكن تتكرر مع ناس كتير جدا وما بيبقوش بنفس شهره شيماء. وفاضل بقى سياده اللواء هيعلق على اللي شيماء قالته لنا دلوقتي. طبعا هي حضرتك، طبعا هي واضح ان هو دي من خصائص المجرم المعلوماتي، ان هو اثبات قدره على الذات وقدرته على ان هو يتفوق على الاخرين، ده واضح من سلوكه. حته ان هو محاوله اجبارها على ان هي تعمل شات معاه وحاجات من دي.